إيمانا بالعمل الأهلي وقدرة الشباب السوري الواعي على النهوض ببلد ينبض بالصمود. وفي الذكرى السنوية السادسة لتأسيس بصمة شباب سوريا، تم إطلاق مشروع التوظيف كعنوان أبرز لعملها، والذي يهدف إلى تحقيق أهداف الشباب السوري بإيجاد فرصة عبر التشبيك بين حاجة الشركات والباحثين عن فرصة توظيف. الشيء اللي لفت نظرنا لبرنامج توظيف انه هو بيتسق مباشرة وبشكل كتير مناسب مع جهود عم نقوم فيها كجهاز حكومي بالمزيد من تعزيز القدرة على الحصول على بيانات المتعطلين عن العمل وربطهم مع المشغلين او مع طالبي العمل وبناء القدرات او تحقيق نوع الموائمة بين الكفاءات المطلوبة ضمن السوق والكفاءات الموجودة عند المتعطلين، واللي هي هالفجوة بس نقدر نسدها يمكن بنقدر نحقق نفاذ أكثر سلاسة للشباب السوري الطالب لفرص العمل، وهذا بدوره يعني بينعكس بالتأكيد على إنتاجية على دوران العجلة الإنتاجية وعلى الاقتصاد الوطني بالمجمل. اليوم أطلقنا مشروع التوظيف، ومشروع التوظيف يهدف لإيجاد حلقة الوصل ما بين الباحث عن العمل وبين الشركات الراغبة بالتوظيف بحضور المعنيين من القطاع الخاص وأيضا شركاء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وزارة السياحة وبعض الشركاء من القطاع الأهلي. هدف المشروع هو أيضا رفع سوية الكفاءات الوطنية عبر التأهيل والتدريب وأيضا إيجاد إلى حياة كريمة من خلال التوظيف. اليوم عرفنا بسبب هجرة الشباب السوري بالداخل وبالخارج العناوين تغيرت، الديموغرافيا تغيرت، صعوبة الوصول إلى النخب والكوادر الوطنية، الشركات الوطنية من القطاع الخاص اللي بقيت بالبلد، اللي ما تركت البلد، اللي حملت المسؤولية الاجتماعية على عاتقها، قدمت حصانة الاقتصاد الوطني، ما عملت تخلي عن العمالة السورية، اليوم هي الأولى أن نقدم لها هي النخب والكوادر الشبابية. هي فرصة ينتظرها الكثير من الشباب السوري الطامح لحشد مكانه في سوق العمل.